أسباب ترك الأخذ بالأسباب، ترك السعي على المعاش، ترك الكسب الطيب والعمل الطيب، والجلوس للانتقاد. أما المؤمن حيثما وجد عملا حلالا يعمل بدلا من يجلس يتكلم ويتسول الناس. فكن مجدا مجتهدا في عملك. فمن أسباب الفقر، من أسباب الفقر الكسل. والرسول دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، من العجز والكسل والهم والحزن والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ما الفرق بين العجز والكسل؟ شخص عياذا بالله عاجز لمرض مرض في جسمه أعجزه عن العمل. واحد عاجز قدر الله عليه العجز، يده مشلولة، رجله مكسورة، عينه مفقوعة، عاجز عن بشارة العمل. أما الكسل، شاب طويل وعريض معافى في بدنه نايم على السرير كل يوم: يا أخي قم صلي، يا أخي يا أخي قم اشتغل أي شغلة. ما في أبدا، ما لسه يعني ما تقول أجهل من الطير. قل له: طبخت إيه اليوم؟ طبخت لك يا ابني بطاطس. ليه ما طبختش قلقاس؟ وماشي شاب تافه وماشي يحتضن كتاب ورايح الجامعة وهو طويل الهلف، لا نفع ولا منفعة، ويذهب إلى الجامعة أبوه وأمه يصرفوا عليه، ومتأبط فتاة في يده وحاضن الكتاب وذهب من الكلية. يعني خيابة ملاش يا أخي، جد في كليتك واشتغل. أبوك وأمك فقيران، انتهت مدة إنفاقهم عليك ببلوغك. على رأي الجمهور انتهت مدة الإنفاق عليك ببلوغك، اذهب واشتغل وأكل نفسك وتعلم إن شئت أن تتعلم، دخل على الناس. فالكسل والعياذ بالله، العجز معروف وصاحبه معذور. واحد عاجز رجله مقطوعة مشلول، هذا عاجز، لكن الثاني كسلان وصحيح. والرسول كان يستعيذ بالله من هذا.